أولا كنهنئوا المغرب بعد نيل المملكة المغربية شرف احتضان كأس أفريقيا للأمم سنة 2025. بطبيعة الحال هذا الاختيار هذا كيجي الثمرة ديال السياسة الملكية الحكيمة في مجموعة من المجالات، سواء المجال الرياضي السياسي الاقتصادي. كنعرفوا بأنه الانفتاح ديال جلالة الملك والسياسة الخارجية المغربية على أفريقيا كان عنده الأكل ديالو وتصمعة كبيرة للمملكة، أيضا تي بسبب قوة الملف المغربي. الملف المغربي متكامل والمغرب يعني كيتوفر على بنية تحتية معتبرة، سواء الرياضية سواء البنية التحتية الفندقية سواء الطرق، يعني بنية معتبرة على جميع المستويات. هذا أيضا ساهم في الاختيار ديال المغرب. أيضا تأتي يعني بسبب يعني العمل الجبار والكبير ديال المسؤول الأول على مجال كرة القدم ولقطاع كرة القدم في المغرب السيد فوجي القجاع، يعني اللي دار عمل كبير جدا وتمكن من أنه يمشي بكرة القدم يعني بخطى حثيثة نحو تحقيق نتائج جيدة سواء كرويا أو تنظيميا. وبطبيعة الحال أيضا السمعة الكروية للمغرب كان عندها دور كبير. تنظر بأنه اختيار المغرب يأتي كنوع من رد الاعتبار للمغرب وأيضا رد الجميل بلوتو للمغرب بعد الأداء المبهر في كأس العالم والتشريف ديالو للقارة الإفريقية على المستوى العالمي. كتكون أحسن مناسبة أنه إفريقيا ترد الجميل للمغرب هو منحة شرف تنظيم كأس إفريقيا، اللي غتكون أيضا مناسبة باش يبرهن المغرب القدرات ديالو التنظيمية، خصوصا نحن على أبواب يعني منافسة أخرى من نوع آخر من أجل احتضان كأس العالم سنة 2030. وكنتمنى أن المغرب يتمكن من تنظيم جيد لهذه المنافسة الإفريقية ويوصل مرحلة الإبهار من أجل يعني دعم الملف ديالو في المونديال. ونتمنى أيضا أنه تكون فرصة باش المغرب يقد يفوز بكأس إفريقيا. كنتمنى ديجا في يعني في النسخة الحالية اللي جاية ديال كوت ديفوار، ولا ما تمكنناش نتمنى أن تكون فرصة مواتية في احتضانه في المغرب إن شاء الله. واخا على ذكر كأس العالم، واش نقدروا نقولوا أنه كأس العالم عطى واحد القفزة نوعية لربما للمملكة المغربية باش تحتضن كأس إفريقيا؟ أكيد، هو حتى بدون تألق المغربي في كأس العالم، المغرب سبق له أن فاز يعني بشرف احتضان كأس إفريقيا قبل سنوات، ويعني كان هناك تراجع بسبب تفشي إيبولا آنذاك. يعني ملف المغرب دائما طالما كان قويا سواء بهذا التألق المونديالي أو لا، غير هو أعطى دفعة كبيرة هذا التألق المونديالي وخلى حتى إفريقيا يعني تكون رغبة في أنها ترد الجميل للمغرب وتدعم حتى الملف المغربي، لأنه كيمثل إفريقيا كاملة. الملف احتضان كأس العالم يعني كيمثل إفريقيا كاملة، وإفريقيا ترغب في أن تحظى بهذا الشرف بعد المرة السابقة في جنوب إفريقيا. وتنظر بأن الاختيار أيضا جاء في هذا السياق، ورا موتسيبي عبر على ذلك صراحة يعني اليوم خلال الإعلان ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.